دخلت الاهلي ازاي من وانا بيبي؟ انا عضو ابا عن جد عن جد، يعني احنا اعضاء من زمان، من وانا عندي 5 سنين وانا بتربي في حمام السباحه في الاهلي، من ايام ما كابتن محرم الراغب ما كان لسه ماسك عندنا فوق في حمام السباحه، لحد ما مسك هنا المدير التنفيذي للاهلي، وبعديه كابتن بودي مرجان جه، عدى ناس كتير علينا. فطول عمرنا كنا في الاهلي، من اول ما بدانا نشق طريقنا زي ما بيقولوا، من واحنا عندنا 5 سنين واحنا في حمام السباحه. بدانا اول بطوله من واحنا عندنا 11 سنه تقريبا، كانت ميداليات. كنت برضو مش جامد قوي، يعني انا طلعت اول مصر، وكتبت رقم مصر باسمي في سباق اسمه 400 متنوع، ده كان وانا عندي 14 سنه. اول بطوله دوليه تعتبر دي اغلى ميداليه عندي، كانت في السعوديه، كانت دوره اسلاميه، كان عندي 14 سنه، لسه ولد صغير، لسه ما اعرفش حاجه، ما اعرفش ايه، ما عنديش خبره، ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل. وقفتي على الستارت انا مش فاكرها، عمري ما انساها، الا يعني ببص على اللي جنبي اطول مني 3 مرات، انا نفسي ما كنتش عارف انا واقف على الستارت انا هعمل ايه. ابص للمدرب وهو واقف فوق يقول لي انزل عم سبقك، ماليش دعوه اللي جنبك، انزل عم سبقك. وسبحان الله هو السبق مشي كانه مكتوب، يعني هو مكتوب ان انت تكسب السبق. انا كنت خسران السبق، كنت ماشي تاني لحد اخر 100 متر تقريبا في 400 متنوع، انا كسبت السبق ده في اخر 100 متر، هو تعب في اخر 100 متر خلاص ما قدرش يكمل، وانا كملت فنشت السبق ده اول. الاهلي كان مدعمنا في حاجات كتير، انا كابتن محرم الراغب، كابتن بودي مرجان، الناس دي كانت واقفه في ظهرنا في حاجات كتير قوي قوي، ولما كنا بنحتاجهم في اي حاجه كنا بنلاقيهم واقفين اول صف، عمرهم ما اتاخروا علينا. تاريخنا اتكتب هنا، ما عرفناش ننهيه غير هنا، يعني ما عرفناش ننهيه في نادي تاني، رغم ان اتعرض علينا في نادي تانيه، بس احنا ما عرفناش ننهيه غير هنا. اللي كان الاهلي بيعمله لنا كنا احنا بنوافق بيه حتى لو كان اقل من بره. عمرنا ما بصينا مثلا ان انا هجيب مثلا بطولات، هجيب حاجه فانا مستني، لا انا عايز الفلوس الاول او المكافات الاول قبل، او المرتب الاول قبل ما انزل بطوله، لا ما كناش بنوصل كده خالص، لا انا بنزل بعوم للاهلي. اصعب بطوله في تاريخي كانت في كينيا، سافرنا كنا قاعدين اسبوعين هناك او 3 اسابيع، مش اي مكان اتمرن فيه، البسين اللي هناك كل اي مجمع حمام سباحه سائع لدرجه ان كناش نقدر نحط رجليك في الميه، فننزل نعوم، ننزل نتمرن. المية بتاعت السبق كان لونها اخضر، كان فيها شوايب، ما كانتش نظيفه، المية كانت ساقعه جدا جدا، يعني يمكن كان في بطوله احنا حضرناها هنا في مصر كانت في بورسعيد، كانت المية ساقعه جدا برضو، بس لا المية البطوله دي كانت اصعب، في جوها، في مش لاقيين مكان، في المعيشه نفسها، الاكل والشرب هناك كان صعب جدا.